هذه التقنية، تقنية المايكروسين، هي عبارة عن مكونات الماء المعين أو الماء المؤكسد. تقنية المايكروسين تتجزأ إلى جزئين، سائل وجل. السائل منها هو المايكروسيف المعقم والمطهر، والمادة الثانية هي الديرمسين، علاج الجروح والحروق والقدم السكري. هذه المادة نقلة نوعية في تقنيات والتكنولوجيا المستوردة خصيصاً والموزعة خصيصاً إلى مستشفى الكفيل، وبعون الله سوف يتم علاج، وتم بالفعل علاج بعض مرضانا من القدم السكري الذي أغلبيتهم، أكثرية الأطباء، يؤدي إلى بتر القدم باستخدام هذا المنتج الديرمسين والمايكروسيف والمايكروسين هيدروجين على القدم السكري، على الحروق وعلى الجروح. إن شاء الله نتائجه مبهرة.